بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع درس علم اللغة الإنجليزية من الصفر نبدأ وعلى الله نتوكل، فمنه العون. تعودنا دائما عندما نبدأ في قسم أن نكرر، وهذه سنة نبوية رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم عندما نصح أحد الصحابة وقال لا عندما قال له أوصني قال لا تغضب، قال له أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. أرأيتم من فروض الوضوء معظمها أو أكثرها ثلاث مرات؟ معظم فروض الوضوء ثلاث مرات. هذا من باب التأكيد، فأنا نظامي، وهذا تربويا أعتقد أنه صحيح 100%، التكرار مثل ما يقولون التكرار يعلم الشطار. فطالما نحن في قسم نكرر نكرر حتى نتقنه، بمعنى عندما كنا نأخذ الحروف كل محاضرة كنت أكرر الحروف من أولها. الآن نحن في شورت فاول، أخذنا فاول A، حتى ننتهي من فاول A كل محاضرة نعيد فاول A. ليش؟ تضيع وقت؟ لا والله مو تضيع وقت، هذا ترسيخ وتأكيد حتى لا تضطروا للحفظ. أنا أريد انطلاق عن فهم، انطلاق عام فهم. يبقى الآن راح نراجع بالسريع فيديوهات فاول A ثم ننتقل لقصص فاول A. هذه مثل ما تقولين الزبدة حقت الايه، قريت قصة، قريت رواية، مسكت كتاب لحالك، تقرين انجليزي لحالك، خلاص صرت تنطلقي عقبها. مع اني ما اسمع افلام يعني بس اشوف بنات كتير يسمعون افلام انجليزي للتعلم، يعني تصيري تسمعي وتفهمي كل شيء يدار حولك يعني. فنبدأ بسم الله، مراجعة سريعة على كل فاول A، نسمع الفيديوهات ولا حرج في ذلك، اسمعوا معي ولا تملوا من التكرار، مثل ما يقولون التكرار يعلم الشطار. راح نسمع الفيديوهات سريعا ثم نأخذ قصص جديدة على فاول A. Do you remember the angry apple? لن نطيل فيها. This is the A sound. And this is the letter A. الحرف A. Apple. Angry apple. Angry apple. Angry apple. Cat. 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 Ant. 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 بناخد فاول A. Ant. الو. Ant. 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 Yak. 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 قولي حلا الحرف عليه فتحة بالضبط. Yak. 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 Axe. 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 نفسها بالضبط. Axe. Axe. X. Ant, ant, ant. Ant, ant, ant. Axe, axe, axe. Axe, axe, axe. Axe, axe, axe. Ant, axe. Axe, axe. Axe, ant, axe. Ant, ant, axe. اليوم ما راح نتملى بس نحاول نتهجى. فتحة نفس العربي بالضبط والله. فتحة تنطق إن تنطق نا آن آن تي تنطق ته ونوقف على الساكن مثل العربي. أنت سي تنطق ك إي تنطق ك تي تنطق ته كات إي تنطق أكس تنطق كس أكس تنطق إكس
X X Y تنطق يه يه A تنطق أه يه K تنطق ك ياك ياك يبقى اليوم نحاول نتعلم تهجئة X I see an ant. طبعاً إحنا بنوضح لكم إحنا الحين في short vowel. Short vowel مثل إيش؟ يعني الفتحة والكسرة والضمة، هذه مثل العربي بالضبط. طيب long vowel وش هيكون؟ هيكون مثل المد بالياء زي كده. I see soon. بيجينا إن شاء الله، بيجينا بيجيكم الخير إن شاء الله. I see an ant. And an X. نحاول نتهجه. هذا لازم نعرفه. حرف الـ I وبيجي ضمير أنا. I. C. S تنطق س. S تنطق س. E تنطق إيه. C. A. فت A تنطق A. N تنطق ن. An. A تنطق A. N تنطق ن. An. T تنطق ت. Ant. A تنطق A. N تنطق ن. An. دي تنطق ده and نوقف على الساكن مثل العربي A تنطق A N تنطق نه N A تنطق A X تنطق X X I see an ant and an 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 X طيب الحين خلصنا من آ طبعا كررناه وفي كل مرة نكرره لهدف أول مرة سمعناه للصوت sound phonetics ثاني شيء سمعناه نحفظ الكلمات ثم نتملاها اليوم بنحاول نسمع الفيديوهات من منظور إن إحنا نتهجى من منظور إن إحنا نتعلم إن إحنا كيف نقرأ الحين am a plus M تنطق am a اضلا لو الام ام الصوت الشاشة واضحة اكتب واحد am. واحدة من الاميرات تكتب واحد am ram r am ram r am ram ram R, am, ram, ram. J, am, jam, jam. J, am, jam, jam. Jam. Y, am, yam, yam. Yam. Y, am, yam, yam. Am, dam, 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 dam. Ram, dam, yam, jam. Ram, dam, yam, jam. Ram, dam, yam, jam. طيب الحين احنا قلنا A تنطق A M تنطق M M M M R تنطق R RAM 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 D تنطق D A تنطق A M تنطق M DAM DAM Y تنطق Y A تنطق A Y M تنطق M YAM YAM G تنطق J A تنطق أه M تنطق مه جام 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 تعرفون يا بنات تسمعون على حاجة اسمها الطريقة النورانية أو نور البيان في تعليم القراءة بالقرآن هذه الطريقة في العربي سبحان الله تمشي إنجليزي والله العظيم كأنها شوف الشغال مع اللي أنا شغال الحين هذه نفس طريقة نور البيان لو تسمعون عنها بالعربي بالضبط هذه نفسها ما تفرق شيء سبحان الله وكأن التعليم واحد لأن الله عز وجل يعني أمرنا بالعلم
وأمرنا أن احنا نتفكر. فالتفكر والعلم عبادة، العبادة عبادة، العلم والتفكر من أفضل العبادات. يعني العبادات مو صلاة وصوم فقط، لا، العبادات في العلم، العبادات. يعني الحين مثلا لو في واحد اجتهد واخترع علاج لكورونا، هذا قدم أفضل شيء للإنسانية كلها، للعالم الإسلامي والإنسانية كلها. يعني اللي يخترع الآن مثلا علاج لكورونا مثلا، هو أفضل من اللي جالس في المسجد يصلي الآن. أنا لا أقصد إن هو ما يصلي، لا يصلي وكذا، ولكن بابتكاره وباختراعه ربنا وفقه إن هو يخترع هذا العلاج. هذا مأجور، يعني سبحان الله. رام، R A M، رام، رام، دام، يام، جام، حام، سام، دام، لام، عام. شوفي كأنك تقرأ عربي. أنا الحين لو تسمعيني أو وأنت ما أنت معنا بالدورة تقول ده بيقرأ عربي، هذا رام، دام، يام، جام. حتى في العربي يقولون يا ابنة اليمي، يام، يا ابنة اليمي ما أبوك بخيل، يام، يام، جام، صب جام غضبه، جام، جام، دام، دام كذا خلاص أنا مشغول، دام كذا، دام، دام، رام، هذا اللابتوب كم رام، كم رام، ها؟ يعني حاجات واردة عليكم جدا، بنمشي على نمط بتصير الأمور بسيطة. رام، دام، يام، جام. دام، يام، جام. Yam yam, dam dam, yam yam, dam dam, ram ram, jam jam, ram ram, jam jam, ram, dam, yam, jam, ram, dam, yam, jam. يبقى خدنا A لحالها و A و M يعني آم، عقبها يصير عندنا بسم الله A مع D، A مع D تنطق آد، 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 د، A تنطق آد، A تنطق آ، A تنطق آ، دي تنطق ده، آد، 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 آد. اللي يسمع هذه، اللي يسمع هذه يقول إنه هو بيقرأ في التجويد قلقلة. شوفي آد، آد، ها، من قلقل هذه الدال عندنا نفسها سبحان الله. آد، 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 ها، تسمع كأنك تقرأ تتبع آد، داد، 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 آد، داد، د د اد داد 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 د د اد داد د داد اد پ ب اد پاد 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 اد پاد پ اد پاد بو اد پاد اد داد، باد، راك، باغ، داد، باد، راك. شوفي كأننا نقول با فتحة با، دا فتحة دا، با فتحة با، را فتحة را، را، با، دا، با. شوفي باغ، داد، باد، راك. Rag, bag, dad, pad, rag.
يبقى الحين ايه الحلها ام ان اد اج 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 ب ب اج باج باج ب اج اج باج باج ب اج باج 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 ب اج ب اج باج باج ر اج راج 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 ر اج rag 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 bag dad pad rag bag dad pad rag bag dad pad rag bag dad pad rag dad dad rag rag dad dad rag rag pad pad bag bag pad pad bag 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 dad pad rag bag dad pad rag you bet am an ad ag up 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 البنات اللي هم مستواهم ما شاء الله لا تملون والله العظيم أنا جالس أسوي شيء حلو لا تقلقون يعني هذا راح يخليكم على أرض صلبة يعني تقري بلا حفظ يعني تقري كأنك بتقري عربي كاب cap cap ab cab cap ab cab cap ab cab cap m app map map m app map 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 n app nap nap n nap nap ن آب إن ناب إن تنطق ن ن ناب خلاص حفظنا آب هذه ما نتهجها ناب ت آب تاب تاب ت تاب تاب ت ت آب آب تاب ت تاب تاب نلاحظ الفيديو نفسه مع انه منهج بريطاني باصوات بريطانيه بتصميم بريطاني الا سبحان الله يعتمد على التكرار وهي سبحان الله سنه نبويه يعني ان سبحان الله الله عز وجل ارسل لنا الرسل للخير للناس كافه مو يعني لفئه خاصه ولا طائفه معينه لارسل النبي صلى الله عليه وسلم للخير للناس كافه كاب ناب ناب شوفي كاب كاب ناب ناب كاب كاب ناب ناب is that is that is that your cap شوفي اللي تلاحظ الاخت اللي تلاحظ هنا حتى الرسومات معبره شوي ناب is that شفتي الحين is that شفتي is that شوفي اخذ سهم طويل شوفي هنا is that هذا كانه يقول ان هذا للاشاره للبعيد يا ريتنا نركز على هذه يبقى this للقريب that للبعيد this للقريب
ذاك للبعيد. إذ هنا إذ يعني يكون، لكن لما نبدأ بها هل، هل آم وإز وآر أكيد عندك خلفية عندها. آم وإز وآر معناها verb to be، معناها يكون. إز يكون، آم يكون، I am محمد، I am ألي، I am منى، I am موضي، I am منى، I am سارة. أنا أكون، أنا أكون. فآم وإز وآر هذه معناها يكون. إذا بدينا بها جملة، إذا كانت في بداية جملة ما يكون معناها يكون، يكون معناها هل، هل إذ ذات، هل هذا أو هل هذا الشيء البعيد هذا، إذ ذيس هذا الشيء القريب، هل هذا الشيء القريب مني هذا، إذ ذات، إذ ذات. شوفي معطيك سهم، يعني المنهج هذا ما فيه رسمة ولا حركة ولا صوت إلا له هدف. Is that your cap? Is that your cap? Is that your cap on the map? Is that your cap on the map? Is that your cap on the map? يلا نتهجها كذا كتهجي. I تنطق A. E. S تنطق is. S. 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 Is. TH تنطق the or the. That. That. A تنطق A. T تنطق T. That. That. Your, your. C تنطق K. A تنطق A. K. B تنطق P. Cab, cab. O, O تنطق O. N تنطق N. On. The, the, the. M تنطق M. A تنطق M. A. A تنطق A. Map, p, p, map. Is that your cap on the map? 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 هل هذا؟ يبقى أخذنا A, am, an, ad, ag, app. باقي at, at, at. A. A. At. 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 نوقف على السكن. At. 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 B. At. Bat. Bat. B. At. اللي عصا هذه. Bat. Bat. B. Bat. At. Bat. 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 لحظة هنا بلا. كأننا صرنا ننتقل من دراسة حرف إلى دراسة مقطع، بمعنى مثلا لما نقول مستنفرا، مس مس، بدل ما نقول ميم فتحة ماء سين سكون مس، لا بنأخذ المقطع مس مس. خلاص هنا بنأخذ آت، آم، آد، آب. خلاص مو نتهجي بقى الحين علشان عارفين الصوت المقطع هذا الحين. آت، آت، بات، bat, 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 r, r, at, at, rat, r, at, rat, rat, r, r, at, at, rat, 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 ha, ha, at, hat, 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 mat تنطق mat على طول mat 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 ايه تنطق a mat 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 الله يرحمك mat bat hat rat mat bat hat rat mat bat hat rat mat يلا يا بنات كده كل واحدة معي، أنا مسكر المايكات لتقلقون، كل واحدة تقرأ وتحاول تتهجى بدون حفظ. ب تنطق ب، A تنطق أ، A تنطق أ، ب، T تنطق ت، بات، H تنطق ه، A تنطق أ، ه، T تنطق ت، هات، R تنطق ر، A تنطق أ، ر، T تنطق ت، رات، M تنطق م، A تنطق م، M تنطق م، A تنطق أ،
ما تي تنطق تاء مات بات هات رات مات بات هات رات مات هات رات مات رات رات هات هات رات رات هات هات بات بات مات مات بات بات مات مات طبعا يا بنات بإذن الله أنا بيكوا في كل حرف في كل نطق في كل رسمة في كل صورة ركزوا من تتقن هذا المنهج والله لن تحتاج في بيتها بعد كده مدرس أو مدرسة للإنجليزي لأولادها راح تدرس هذا المنهج لأولادها ويعني اللي لها أخت ولا لها كذا لأن المنهج حيصير شيق لك بالنسبة لك لأن بنمشي خطوة خطوة حتى الصورة بنفهمها حتى الحركة بنفهمها بقينا يبغدنا آ أم أن أد أج أب أت خلصنا كده اللهم صل على محمد خلصنا فاول A كامل طبعا ننتقل بقى الحين للتهجي والكتابة والتطبيقات اللي هي مهمة جدا عليه والخصص أقصد وقفنا هنا تقريبا اخذنا هذه خليكم معي بس يعني اخذنا هذا كله وقفنا عند هذه وقفنا عند هذه تقريبا يلا معنا ست دقائق للاميرات يقرون الكلمات هذه عشان المرة الجاية إن شاء الله يمدينا بقى ناخذ قصة جديدة بقى وشغل الجديد بقى هذا هو الشغل يلا معكم ارفعوا يدكم وتفضلوا عشان نقرأ ها الحين مفتوح الكاميرات قصدي الصوت مفتوح مو الكاميرات أقصد أنا تفضل يا أختي اللي قالت أنا تفضل اقرأي ها تفضلي على طول لا تستحين ها تفضلي ها بات رات هات مات شكرا اللي رفعت يدها الثانية عندنا مين ثاني بات رات هات مات يلا جود بعدها ديل بعدها أسيل بعدها في بعدها الايفون هذا بعدها سامية انتوا عرفتوا دوركم رجاء واحدة ورا واحدة يلا بالترتيب اللي قلته ها تفضلي بات رات هات مات شكرا جزيلا اللي بعدك اللي بعدك بسرعة ها يلا يا بنات عرفوا ترتيبكم يا بنات يلا هديل يمكن قرب بعدها في يلا. هديل وفي شكرا اللي بعدك يلا بسرعه يا بنات اللي بعدها يلا معنا نبي نستفاد من يلا مين تقرا ثاني يا بنات اللي بعدها اللي بعدها بالترتيب اللي بعدها بالترتيب بات رات هات مات يلا الاخت اللي بعدها الاخت اللي بعدها بالترتيب كذا اللي قرات خلاص تعلموا انكم تنزلوا يدكم يا بنات عشان اعرف عشان بس نعطي فرصه للغير اللي انت ضغطت عليها هذه اضغط عليها عشان تروح تخفيفا علي وعلى البنات الله يرحم والديكم يلا نوره بات وريمه ها نوره واسير وريمه يلا تفضلي ها بات رات هات مات الله يوفقك اللي بعدها اللي بعدها يا بنات يلا بسرعه بسرعه تحمسوا ها نوره قلنا نوره بات هات رات هات مات شكرا جزيلا انا شايف ناس جديده اليوم الحمد لله ها انا تفضلي تفضلي بسرعه بات رات را 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 شوفي را فتحة را 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 رات تفضلي ها را هات يلا الأخت اللي بعدها شكرا جزيلا الله يوفقك يا رب الأخت أروى أروى وأنوار أنوار أروى
انوار ها سرعة. bat rat hat mat. شكرا انوار ان كنا قرأت والايفون ها. bat rat hat mat. اسير قرأت ان كان اللي بعدها اسير ارفعي تفضلي اسير وانوار. bat rat hat mat. يلا مين يا بنات مين يقرا غير اللي قروا مين يقرا غير اللي قروا يلا انا يلا انا سبحان الله اذا حولنا الوقت حيصير فيه بركه ان شاء الله تفضلي تفضلي يا بنات ها يلا 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 بات هات راس لا شكرا جزيلا انا الاخت هذه قرات هذه قرات انا استاذ تفضلي تفضلي بات رات هات مات أم باسل شرفينا يا أم باسل ها تفضل اقرأي احاول اختار بات بات رات هات مات الأخت فاطمة اقرأي يا فاطمة تفضلي تفضل بسرعة ها بحاول أوردكم شوي يلا ها فاطمة اقرأي يا فاطمة اقرأي هذه فاطمة هذه تجرأي الكلمات سهلة أنا عارف إنك تعرف تقريها أنا أبي الجرأة هذه عبي طيب ما نحرجها أكثر يلا تفضلي يلا اقرأي بات رات هات مات شكرا جزيلا شوفي ولا غلطة بس احنا نبي الجرأة فقط جواهر ها جواهر جواهر يلا اقرأي يا جواهر يلا جواهر أم بتال بعد جواهر ها أم بات رات هات مات أم بتال بعدها آسيا يلا أم بتال وبعدها آسيا بات بات رات هات مات آسيا بعدها ولاء يلا تفضلي تفضلي ها تجرأوا تجرأوا يا بنات بسرعة هذه كلمات سهلة بس جرأة منكم فقط ها يلا ولاء 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 بسرعة بات رات هات مات رغد يلا بسرعة يا رغد ها بات بات رات هات مات شكرا جزيلا الله يوفقك الاخت هذه الاخت حسله تفضلي تشجعي تشجعي الامور سهله وبسيطه واعرف ان الى الان ما في واحده غلطت بس انا بالجرأه فقط ابي التدريب ابي الممارسه ها يلا الاخت تفضلي صالحه ها يلا بنت الدكتوره عزيزه تفضلي يا ريت نسمعها ها بنت الدكتورة عزيزة ها طيب غادة غادة يلا يا غادة أنا أيوة تفضلي ها بات رات هات مات يلا غادة غادة وفجر فجر ومريم فجر بعدها مريم بعدها مشاعل يلا يا فجر يلا يا فجر